معي على الخط السيد غالب دويهي، ناشط اجتماعي ومن مؤسسي حملة لا لزيادة الأقساط في المدارس الكاثوليكية. أستاذ غالب، مساء الخير. بونسوار، كيفك أستاذ علي؟ منيح، كيفك أنت؟ تمام، ماشي الحال. ومساء الخير لضيفك ومساء الخير للمستمعين. مساء النور أستاذ غالب. شكرا أستاذ غالب. حضرتك يعني الحملة على الفيسبوك هي لا لزيادة الأقساط في المدارس الكاثوليكية. ليش الكاثوليكية تحديدا؟ ليش مش المدارس الخاصة بشكل عام؟ صحيح صحيح. نحن أول شغلة نحن يعني أردنا أن نوجه البوصلة للمدارس الكاثوليكية لسبب أولا أن نحن أبناء هذه الكنيسة، ولسبب أن المدارس المؤسسات الخاصة كلها هي مسجلة تحت مؤسسات لا تبغي الربح، وهي مؤسسات نابعة من دور إرساليات، يعني معظمهم إرساليات دينية. على مر الوقت اجوا اسسوا مدارس وانطلقوا من خلالها. نعم. هلا اليوم معك حق، يمكن نحن مش بس مستهدفين المدارس الكاثوليكيه، كمان نحن بتعنينا مواضيع المدارس الخاصه بشكل عام، يلي هي موزعه على كل الاراضي اللبنانيه، يلي فيها معظم طوائف ومدارس علمانيه ومدارس اجنبيه. يعني نحن كمان هذا بيعنينا، بس المدارس الكاثوليكيه بشكل خاص، لانه نحن ابناء هذه الكنيسه ونحن بدنا ان هذه المدارس ترجع تكون واحد للرحمة وواحد لتعليم ربنا. مشان هيك نحن استهدفنا أن تكون المدارس الكاثوليكية بالحملة تبعنا. طب أستاذ غالب، بداية قبل ما فوت معك بكم نقطة هيك بسياق الحلقة، الحملة على الفيسبوك لا لزيادة الأقساط في المدارس الكاثوليكية، إذا بدي أعرف المستمعين اليوم يلي عم يسمعوا على الراديو، يعني من أنتم إذا بدنا نعرف الناس عنكم أكثر؟ أوكي. نحن أول شيء مجموعة شباب وصبايا ومجموعة أهالي طلاب وأولياء أمور. نعم. نحن اليوم كلنا عم نعاني من زيادة الأقساط المدرسية، قلنا سنين عم نعاني، قلنا سنين عم نشوف إنه الأقساط المدرسية عم ترتفع، عم نشوف إنه المؤسسات يلي هي مفروض تكون رسالة تعليمية عم تتحول لتجارة، عم تتحول لاستثمار فقط، يعني الهدف منه تحصيل الأموال وجمع الأموال وخزن الثروات، بالوقت اللي هي الدور المدارس هي تكون لازم تكون رسالة تعليمية، والاستثمار الوحيد اللي هو استثمار ببناء الإنسان وبناء القيم. نحن هون وجعنا، نحن من هون وصلنا لمحل أستاذ إلي، نحن بلشنا نرفض هذا الوجه من يلي عم شوفينا إياه المدرسة. وزيادة عن هيك مثل ما أنت تفضلت ببداية الحلقة، أنه اليوم إذا كان مدخول الأهالي 2000 دولار من قادرين بقى يعلموا ولدان بالمدارس الخاصة، يعني مجموع 2000 دولار مدخول ما بيقدروا يعلموا ولدان، مستحيل. يعني كيف ما بتجمع المصاريف ما بيقدروا يحطوا ولدان. طيب هاي مشكلة طويلة عريضة، بدنا نجي نسأل سؤال أستاذ علي، لمين هالمدارس؟ يعني نحن لما بتصير المدارس الخاصة والكاثوليكيين من ضمنها، لما بتصير حكر بس على الطبقة الميسورة بلبنان، هتصير في مشكلة. طب ليلى السنة لحتى عالي الصوت أستاذ غالب، ليلى السنة لحتى عم نشوف هالصوت العالي والسقف العالي، ما كنا نشوفهم قبل هودي. ليك السبب المباشر هو الخدعة يلي حاولوا يمرقوا علينا المدارس الخاصة. الخدعة هي بتكون على الشكل التالي، صار من 5 سنين من سنة 2012 عم يضيفوا بالأقساط وعم بتدوب بالأقساط بأي حجة؟ بحجة قدوم السلسلة، والاهالي كلها كان كل ما يروحوا كل سنه ويسالوا عن الاقساط يقولوا ان احنا زايدين 10%، والاساتذه ما عم بيقبضوا. نعم، والاساتذه ما عم بيقبضوا الزياده، حقيقه ما عم بيقبضوا. اخذوا سلفه غلا معيشه سنه 2012 وما كل المدارس حتى اعترفت فيها، يعني في مدارس ما عطيتها للاستاذ، وهن بعدين عم بيقولوا لنا الاهالي الادارات، يعني بيقولوا الاهل ايه طمنوا بالك نحن عم نعملها مشانكم حتى ما تصدمكن السلسله اذا اجت، وفجاه اجت السلسله وقرت. نعم. وصاروا الإدارات المدارس الخاصة بدهم يتنصلوا منا بشكل انه ليكوا يا اهالي نحن رح يواصل قادم الزودات، وهذا الشيء خراب البيوت، بدك تصدر اقساط 30%، والاستاذ عدو لكم، وبتعرف كل الخبرية اللي هن عم بيحاولوا يمرقوها. هيدي خدعة، هيدي خدعة، خدعة للاهل، وعم بيحاولوا كمان يحطونا نحن كاهالي بمواجهة الاساتذة، وهذا الشيء ما بيجوز. يعني هذا ما بيليق بالصرح العلمي ومن هو مؤتمن على هذا الصرح العلمي، ما بيليق هيدي الألاعيب. مش هيك نحن علينا الصوت أستاذ إلي. اليوم الصوت عالي عم بتقول، وهالحملة اليوم
بوجه زيادة الأقساط. أكيد نحن الحملة بوجه زيادة الأقساط، الحملة لا تبغي يعني أنه نحن ضد المدارس الخاصة أبدا، نحن مش عم نهاجم المدارس الخاصة بهذه الحملة، خلينا نوضح الصورة، عم نهاجم زيادة الأقساط من سنة 2012 لليوم. الأقساط عم بتزيد وعم بتزيد وعم بتزيد، وبتروح اليوم أستاذ غالب بتلاقي الناس طوابير قدام المدارس الخاصة عم بتسجل وعم تدفع الأقساط. اليوم الخلل موجود بالناس، ما بتوافقني الرأي؟ يعني الحملة اللي أنتوا قايمين فيها اليوم على الفيسبوك تعتمد على القاعدة الشعبية إذا بدي أقول. صحيح. الناس شو عم تعمل الناس؟ الناس وين؟ ليك حقيقة رح بقول لك شغلي على الناس وعلى أهالي بالذات، الأهالي هن لجان الأهل تحديدا. هن الأهل، أهل نعم. أهل الطلاب، هن الحلقة يعني المفروض تكون أقوى شيء عندنا بلبنان، هن عم بيكونوا الحلقة الأضعف، لسبب إنه عم بيكونوا متشرذمين، وهذا التشرذم نتيجة غياب يعني نتيجة غياب لجان الأهل ودور لجان الأهل على مر سنين. يعني اليوم كان في عنا تقاعس أول شيء بمرحلة سابقة من الناس من الأهالي الطلاب مش فهمانين دور لجنة الأهل، مش فهمانين إنه هيدي اللجنة هي مفروض تحميهم، كانوا مثلا يغيبوا عن الانتخابات إذا دعيوا لها، وفي محلات كان المدارس تنتهج وتتقصد إنها تغيب الناس عن لجان الأهل حتى تأتي ببعض المقربين لها ومقربين الإدارات حتى تكون وحتى يكونوا يعني بيمضوا كل الموازنات وبتروح الموازنات رايحة. هلا اليوم إذا عم بتشوف أستاذنا إنه عم بتروح الأهالي طوابير، بس نحن اليوم في عنا قرار خلى العالم تروح طوابير، هو قرار واضح من وزير التربية، معالي وزير التربية أستاذ مروان حمادي، هو قال للناس روحوا سجلوا أولادكم، ما لح يكون في زودة لحين انتهاء الحوار يلي هو قائم برعايته ما بين لجان الأهل وما بين إدارات المدارس الخاصة وما بين نقابة المعلمين. وقال لهم أنه بتروحوا المدارس ما بتستوفي منكم إلا 30% فقط من مجموع القسط السنة الماضية. أساسه هذا راحة الناس. طيب اليوم أستاذ غالب، اليوم قلت من 2012 لليوم في زيادات دفعت بحجة السلسلة حتى ما تنصدم الناس بس يقروا السلسلة، حدا سأل وين راحت الأموال؟ أو ما حدا بيقول له حق كون المدارس خاصة لا تخضع للرقابة ولا تخضع للمساءلة؟ لا، لكن المدارس الخاصة تخضع للرقابة. ما عم نشوف رقابة على الأرض، ما بدنا رقابة بالنصوص أستاذ غالب، الرقابة على الأرض كيف؟ لكن الرقابة على هو حسب القانون 515 نعم. هو مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية، هي بتراقب كل الموازنات اللي بتجي وبتحقق بالأرقام. بس مصلحة التعليم الخاص للأسف يمكن حسب ما بيقول حسب ما بنعرف من داخل الوزارة انه عددهم كتير قليل، هني 4 أو 5 موظفين بدهم يتابعوا موازنات لألف وستمائة مدرسة خاصة. 4 أو 5 موظفين على كامل الجمهورية اللبنانية؟ على كامل الجمهورية اللبنانية كتار. اي نعم، عم يتابعوا 1600 موازنة. يعني هودي قديسين بدنا نعملهم. يعني ما بعرف اذا قادرين يعملوها، يعني هذا العمل ما بعرف اذا قادرين. هسه نحن طالبنا معالي الوزير انه مصلحه التعليم الخاص هذا القطاع لازم يتقوى بموظفين جديد، ينزاد العدد ويكون في متابعه بغرفه شكاوى، يكون في عندنا خبراء محاسبه ومدققين ماليين يرجعوا يشوفوا لخمس سنين لورا، وهذه مطالبنا نحن كانت على لجنه الحوار على طريقة الحوار انه رجعوا دققوا بهالخمس سنين اللي مضيت وشوفوا. خلينا نكون كل موازنة موازنتها استاذنا منشوف اذا كانت المدرسة زايدة ببين انها زايدة خلال الخمس سنين الماضية، وهيدي تغرم هيدي المدرسة لانها هي عم تكذب كانت، وفي قانون واضح بال 515 انه القانون يعاقب ويغرم كل مدرسة بتاخذ زودات وهي عم تخطي هيدي الزودات، وإذا كانت مش زايدة يتفضلوا يعملوا ميزانية جديدة بيكون هني معن حق. بس يعني نحن حسب معلوماتنا يمكن 80% زايدين بخلال هالخمس سنين، إذا مش 100%. طيب اليوم هاللجنة اللي عم تطالبوا فيها حضرتكم أستاذ غالب أنها تفوت على المدرسة وتدقق، اليوم بدها تفوت تدقق بالحسابات يعني داخل خارج يعني وراء حسابات إذا فينا نقول قطع حساب يعني بالمدارس؟ هي أساساً أستاذنا هي كل مدرسة عندها موازنة نعم. تصدرها بعد قانون الثاني وتبعثها نعم. لوزارة صحيح لوزارة التربية وهالموازنة بتكون مفندة بالنفقات الكاملة ما بين أجور معلمين و رواتب المعلمين وبين أجور العمال
وبين النفقات المدرسية وعندك هامش صغير للتطوير يلي هو مثلا صيانة إلى ما هنالك. طبيعي. بعد هذا هون إذا بنيجي نحن بتفلنت كل موازنة موازنتها إيه قادرة قادرة وزارة التربية، يعني الموازنات موجودة عندهم، يعني موجودة بوزارة التربية وقادرين يدققوا عندهم، ما في لزوم يروحوا على المدرسة حتى يدققوا. طبعا متنسقوا مع وزارة التربية بهذا الموضوع تحديدا حتى الناس تاخد جواب، يكون في جواب مقنع مش بس حكي بالقانون 515، يعني كلماته حلوين. صحيح. انا قريته حلوين كلماته. صحيح. صحيح. على الارض شو في استاذ غالب اليوم شباب وصبايا انتم التنسيق مع وزاره التربيه هل هو ضاغط ما يكفي اليوم للجم هالموجه اذا فينا نقول من زياده الاقساط؟ هلا نحن حسب معطياتنا نشوف انه في توجه من معالي وزير التربيه، توجه واضح وجدي انه بده يفتح الموازنات، ونحن على طريق الحوار كهيئة تنسيق، لأن نحن حملة المنع نحن كنا من المؤسسين لهيئة التنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان، هيدي انضوى لها لجان أهل وأولياء أمور من كل المناطق. في جدول زمني عالكن يا معالي الوزير؟ عفوا؟ في جدول زمني قلتوا لمعالي الوزير كرمال التدقيق يعني المباشرة بعمل التدقيق؟ نحن اللي صاير انه في حوار كان قائم، وهذا الحوار ضمن هذا الحوار نحن قدمنا ورقة عمل. نعم. وقدمنا نحن مطالب. نعم. لا وزير العمل من بيناتهم التدقيق المالي بالموازنات كافة موازنات المدارس للخمس سنين اللي مضيت، وطالبنا كمان بوضع خط ساخن للأهالي حتى يتصلوا بوزارة التربية ويرفعوا شكاوى ويكون في مكتب متابعة الشكاوى، ويكون هون ساعتها بيكون في جدية، يعني لو بيتصل بي لولد بمدرسة بالوزارة التربية بيكون في مين عم بيسمعه، بيكون في مين عم بيتابع له شكوى، مش انه بتكون رايحة، يعني ما بتكون رايحة الكلام هيك. من هون نحن بنكون عم نحاول نطبق كخطوات عملية على الارض، يعني اذا هذا هو سؤالك. يعني بلشتوا فيها هيدي؟ بلشنا فيها على الارض؟ رفعناها من يمكن من تاني مرة اجتمعنا مع وزير التربية، قدمنا له اياها هيدي الورقة. نعم. كهيئة التنسيق قدمنا له اياها، وقدمنا له ملف طويل عريض بالفضائح كمان عن الارقام يلي عم يجنوها المدارس من الفورنيتور القرطاسيه اللي هي القانون ما بيلزم، يعني احنا القانون 515 ما بيلزم التلاميذ او اهالي التلاميذ يدفعوا القرطاسيه، كل المدارس اليوم عم بتخالفها. ما بيلزم كمان عندك مثلا عندك التسجيل لازم يكون مثلا هو دفع على القسط، هني مرات عم يفتحوا فتح ملف يعني عم يحطوا غير اسم عم يدفعوا لاهالي ثروات، يعني بين تسجيل الولد والقرطاسيه والزي المدرسي عم نطلع بحدود المليون ليره. هذا مرات اكثر، مرات يمكن اكثر، مرات اكثر بكثير. انا عرفنا ما بعرف اذا بتوثقنا الراي استاذ ربيع. نحن وصلنا او مثلا نحن وصلنا معلومات عن مدارس ومثبته بالاوراق، معلومه بالاوراق صادره عن ادارات هيدي المدارس. نعم. مثلا في عندنا مدرستين القرطاسيه فيها 1,250,000 وقرطاسيه بمدرسه ثانيه 1,350,000. ليش مين ماضي على هيدي القرطاسيه؟ اي شخصيه مهمه حتى هالقد يعني ما عم بفهم؟ ما بعرف نحن، انا حقيقه ماني عم بقدر اعرف انه ليش هالفوضى بهذا القطاع، ونحن بنطالب من هون. طيب. يعني الملف هيدا صار بوزارة التربية عند معالي الوزير ما هي؟ اي نعم، نحن الشكوى كله قدمناه مرفقة بأرقام ومرفقة بمستندات ودلائل، يعني نحن الملف. طيب المتابعة كيف استاذ غالب؟ اليوم الملف ما بيكفي يوصل. هون بدنا جدية بقلب وزارة التربية حتى يعرفوا كيف الجدية بدها تكون استاذنا، جدية آخر شيء بدهم يوصلوا، آخر شيء اليوم هالمسؤولين اللي عندنا بدهم يشوفوا بالعين المجردة الواقع اللبناني والواقع المجتمع اللبناني شو اللي عم بيصير. عم بيتخبط اليوم نحن كشعب لبنان عم نتخبط لنا فترة بأزمة اقتصادية كتير صعبة وكتير قاسية، وعم نشوف انه البطالة ارتفعت عن 30% وفي محلات بالمناطق الاطراف 50%، عم نشوف انه هامش الفقر او العيال اللي هي تحت خط الفقر صارت مليون، ونحن تخيل 4 مليون صفينا مليون. عندك النزوح وعندنا هجرة، عندنا هجرة لبنانية نزوح اجنبي لنا، ومع هذا وكله منافسة باليد العاملة على اليد العاملة الأجنبية، وعندنا معامل عم تقفل، مؤسسات عم بتسكر، وبعدهم هن غاضين النظر عن شيء كتير حساس عم يطال. استاذ ما استقل لك الرقم، مليون تلميذ، نحن عندنا 700,000 تلميذ بالمدارس الخاصة، وعندنا 300,000 تلميذ بالمدارس الرسمية. هذا العام هذا اللي هلا هذا العام اللي ببلش هلا، هيدي جداول هلا مؤخرا يعني؟ ايه نعم، هلا العام الدراسي ببلش 700,000 بالمدارس الخاصة، 300,000 بالمدارس الرسمية، يعني عندنا مليون، يعني عندنا أكبر قطاع ممكن بيأثر على العيال بلبنان وعلى الناس عم بتواجهوه، وهذا القطاع التعليمي.
يعني شيء كثير مؤذي للعيال وعم بيؤدي لتفكك العيال وعم بيؤدي لمصاعب. وهذا هو اللي عم بشوف هالجرائم عندنا بلبنان عم بتزيد نتيجه هذا الخلل. يعني اليوم بدك تيجي تحشر انت بي او ام بقصه ابنهم، ما بده يجيب البي الاولاد، ما بده يجيب الام الاقساط، من وين بده يجيبه؟ يعني في عندنا مشكله عم يتفشون عليها، عم بيدفعوا الناس لمشكله طويله عريضه. وعم بيصير الخيار للاسف انه او الاكل او العلم او الشرب او العلم، مع انه العلم بكل بلدان العالم يعني الاكثر تطورا وحضاره وهو علم مجاني. اي نعم اي نعم. ونحن هون عندنا بالمدارس الرسميه مجانيه، والمدارس الخاصه يلي هي معظمها دينيه يلي هي تاسست على اساس مثل مثلا نحن المدارس الكاثوليك والمدارس المارونية بالتحديد. نحن بالدستور الطائفة المارونية يلي هو انعمل بدار سيد تلويزي سنة 1736، ما كنت خلقان انا. ايه نعم ولا انا. نادى بإلزامية التعليم ومجانية التعليم لأولاد الطائفة، هذا واحد. يعني تخيل من سنة 1736 لمن اجى السينودوس بعشرة ايار 1997 المضى، والسينودوس كان لكل الكنائس الكاثوليكية بلبنان، نادى بشغلتين. اول شيء نادى باتحاد كل هالكنائس، نعم، واتحاد قدراتهم الماليه وانعيارات والى ما هنالك، حتى ياسسوا ويدعموا المدارس عندنا حتى توصل انها تصير مجانيه. واذا ما صارت مجانيه بالخطوه الاولى يكونوا عم ينزلوا الاقساط. هي اي سنه؟ سنه 97. من 97 لهلا دوبا القسط 400%. نعم. يعني تخيل كيف ماشيين هني عكس السينودوس وعكس هيدي التعليم وعكس دستور الطائفة أو ما بعرف. هلا بيزعلوا منا على كل حال، بيزعلوا منا إذا حكينا، لأنه صار في زعلة الأسبوع الماضي على يافطة كانت محطوطة على الطريق. أنا على هذا الحد المضي. صار في زعلة وصار في تعصيب وكلمة تجار لا تليق بهم. على كل حال أستاذ غالب، في اقتراح، ليش ما بيتقدم اقتراح مثلا لوزير التربية بنقل موظفين من الفائض إلى مصلحة التعليم الخاص لتفعيل الرقابة؟ اي نعم، نحن قدمنا هذا الاقتراح. يعني هذا السؤال كمان توجه فيه معي الأستاذ ربيع رئيسنا نقابة المعلمين بزحل والبقاع. ايه أهلا وسهلا. نحن هذا الهيئة التنسيق نحن طالبنا فيه. طلبتوا فيه؟ طلبنا فيه، ونحن طلبنا زيادة عن هيك، طلبنا بتفعيل المجالس التحكيمية بالمناطق. تفعيل المجالس التحكيمية يعني اليوم يكون في عندك مؤلفة من قاضي ومساعد قاضي بكل المناطق بلبنان، هي بتصير مخولة تنظر بكل الدعاوى يلي بتكون قائمة ما بين أهالي الطلاب وما بين الإدارات المدارس. غير هيك نحن ما بنقدر نحمي أهالي طلاب أو أولياء أمور إذا ما كان في قاضي وإذا ما كان في دغري بد سريع. نعم. بالقضية العالقة ما بيناتهم، وإلا أكيد المدارس بدهم يمطمطوا، بدهم يجرجروا الأهالي، وما حدا بيسأل، ما حدا بيقدر يسألهم، ما حدا بيقدر يوقفهم. طيب اليوم المشكلة مع إدارات المدارس، خليني أستفهم منك شغلة، اليوم في تنسيق يعني بتروحوا بتحاولوا إنه تفتحوا حوار مع إدارة المدرسة قبل ما نروح إلى صدام إذا فينا نسميه عن زيادة الأقساط، بتحاولوا تعملوا هالشغلة ولا لا؟ هلا الحقيقة إنه إذا بدنا نحكي بالماضي القريب يلي هو من خمس سنين لقبل، إني كان في عندك غياب تام للجان الأهل. لجان الأهل رايحين كوما يعني بهذا الموضوع إذا فينا نقول؟ رح أقول لك شغلة، في عندك نحن نوعين من لجان الأهل، عندك لجان الأهل يلي هي خاضعة للإدارات. نعم. يلي هن مقربين وهن مستفيدين. أو بيطلع لهم منح تعليمية أو مثلا بيكونوا في حكم القربة ما بينهم وما بين الإدارات وبيصير في تساهل كليا. وفي عندك اللجان الثانية يلي هي اللجانات يلي هي عصية على الإدارة، هون المشكلة. قد النسبة هذه اللجان العصية؟ بس هون هي موجودة، بس إني مشكلة بحد ذاتها، لأنه شو عم بيصير أستاذنا؟ عم تيجي هيدي اللجان عم ترفض الموازنة، عم بيصير في تهديد وترويع لألون. يعني أول شغلة ممنوع يتركوا أولادهم بالمدرسة، بيفصلون ببلشوا يفصلوا الأولاد، بيحددون بفصل الأولاد بالسنة القادمة. نعم. وبيبلشوا يعملون وكأنهم هن أعداء ويضايقولن ابنائهم بقلب المدارس. نعم. ومرات كثير هسه عم بيصير عندنا فضايح اكبر من هيك، ونحن كمان قدمنا هيدي الشكوى كمان لمعالي وزير التربيه هلا، انه مرات المدارس ما عم ترد على لجنه الاهل المعترضه، وبتبقى لجنه الاهل مش ماضي موازنه مش موقعه، وبتروح هي بتبعت الموازنه مش موقعه على وزاره التربيه، وهونيك تمرر.
تخيل نعم. تمرر بوزارة التربية ومصلحة التعليم بمصلحة التعليم الخاص تمرر موازنات مش ممضية وموقعة من لجان الأهل. بس في أكثر من هيك فضايح كلها موثقة أكيد موثقة، ونحن اليوم نشرنا أكثر من مقال بالجرائد عن هذا الموضوع وسلمنا هذا البيان لمعالي وزير التربية. هلا الملف بين إيدين وزير التربية. إيه نعم أكيد ما الملف بين إيدين وزير التربية، والملف كمان برعاية فخامة رئيس الجمهورية. ألا تخشون المماطلة يعني بهذا الموضوع؟ نحن بنخشى المماطلة أكيد لأن نحن بلبنان ونحن بنعرف إنه مرات سياسيين يعني ما بيروحوا بالملفات للآخر لحسابات، مرات بتكون حسابات انتخابية ومرات بتكون حسابات ما بعرف على سعيد الطائفي أو على سعيد ما حسابات دينية للأسف، يعني هذا لبنان. بس أنا بعتقد إنه هالمرة حتكون غير كل المرات لأنه حيكون في ثورة من قبل الأهالي. يعني اليوم إذا هن فادوا عم بيقولوا لنا فوتوا على المدارس وسجلوا أبنائكم عم نفوت، وعم بيقولوا التزموا ب 30%. أوكي التزمنا والمدارس التزمت، طيب شو اللي بده يمنع إنه بكرة تيجي بنص السنة زودة توصل ل 30%؟ كيف الأهالي بدهم يقدروا يجيبوا هالأموال من وين بدهم يجيبوها؟ معناتها علقنا، معناتها هن عم بدهم يأجلوا بهالطريقة. إذا تماطلوا هلا هن عم بيأجلوا الانفجار لنصف السنة الدراسية، عم بيأجلوا انفجار لحين ما إنه يصدر القسط الثاني مش الأول، الثاني يلي بده يكون لحقته الزودة. هونيك الانفجار الطويل العريض، هونيك انفجار حيطلع بوجه كل المسؤولين وبوجه إدارات المدارس وساعتها يحملوها إذا فين يحملوها. سؤال أخير أستاذ غالب، دهمنا الوقت كتير بسرعة. نعم. صفحة التواصل على الفيسبوك تتلقى شكاوى الناس؟ نعم عم تتلقى. نحن أكثر عم تنشروا كل الأشياء الموثقة كمان ولا في أشياء ممنوعة النشر؟ لا 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 بالعكس، نحن عم بيبعتون شكاوى نعم وعم بتكون بكامل السرية عم نحتفظ فيها نعم، وعم يكون في عنا تنسيق مع موظفين صالحين صالحين وموظفين لا يتقاعسوا عن المهام تبعولون وعندهم ضمير حي بقلب وزارة التربية. عم نودي نحن الشكاوى لهوني، يعني نحن مطلق شكوى عم توصل لعنا على الصفحة تبعنا او عم توصل على الصفحة تبع هيئة التنسيق لجان الاهل. نحن هو الصفحتين عم نجي بسرية مطلقة نودي كل المخزون والمعلومات نوديها لناس موظفين بقلب وزارة التربية هني تبعوها، على امل ان نصل الى نتيجة ترضي الكل بما فيها إدارات المدارس. حتى بدي أشكرك أستاذ غالب دويهي ناشط اجتماعي، أنا بدي أتمنى لك التوفيق. وأنا بدي أشكركم، بدي أشكر هواسكاي أفان. شكرا شكرا، وتحية لصغارته وللشمال كمان حبيبي، وتحية القلب لأهلي زحلة ولأهلي شكرا زحلة ولأهلي اللي بقع كله. أهلا وسهلا فيك حبيبي، أهلا وسهلا.